السلام عليكم. وعليكم السلام باشمهندس محمود، باشمهندس ازيك؟ اخبارك ازاي ايه؟ حضرتك؟ ربنا يخليك، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. كده الناس معانا تمام؟ اظن سامعني كده اظن كويس؟ يا ريت يا جماعه اللي سامع كويس ايوه تمام. ايوه الانترنت ستيبل، كله سامع ولا في مشكلة؟ ايوه كله تمام، ده الصوت كويس. طيب تمام. هو انا بس الاول، السلام عليكم الاول، ازيكم كلكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تبقوا بخير. معاكم محمود العشري. انا بس قبل ما نتكلم في المحاضرة او يعني في الانترودكشن كده، عايز اقول لكم رولز بسيطة. انا طبعا يعني مش فاميليار قوي مع برنامج زوم ده، بس اللي عرفته ان هو بيبقى السيشن لمدتها 40 دقيقة الفري، بعد كده نضطر يعني ان احنا نفصل وكونكت تاني على نفس اللينك نفس الباسورد. مظبوط كده يا باشمهندس محمد؟ مظبوط يا باشمهندس محمود، مظبوط تمام. ان شاء الله. بعد 40 فهستأذنكم دقيقة بس. هيعمل تاني دي محاضرة زي عبده بيعملنا لحضرتك. طيب دي محاضرة فلا دي معايا ولا ايه؟ هنكونكت، خليك في المحاضرة. هندخل تاني على نفس اللينك عشان نكمل المحاضرة. تمام كده؟ الكلوب شغال جامد، خلي بالك مخنونة وموتونة بقى، مش لا موتونة بالكلوب. ايه رايك في المصري الغبي؟ شعب المصري الغبي. طيب ماشي يا جماعة، يعني فالمدة هتبقى 40 دقيقة. لما نخلص يعني هنقفل، يعني هنقفل على سيشن، بس هنخرج وهندخل تاني. تمام؟ أستأذنكم بس في الأول، لو كل واحد يجيب ورقة وقلم بحيث إن اللي يبقى عنده أي سؤال احنا هنبقى عاملين ميوت، فانا مش هبقى سامعكم عشان اعرف اتفرج معاكم في المحاضره.
فاللي عنده اي سؤال هيسجله، عشان في الاخر خالص هيبقى في فقره للاسئله هنتناقش بقى فيها، نفتح المايكات وهنتناقش مع بعض في كل الاسئله اللي عنده. فاي سؤال يعني هيجي في دماغك خلال ما انا بتكلم، هستاذنكم بس تسجلوه بورقه وقلم، وفي اخر المحاضره خالص هنتناقش في كل الاسئله اللي انت. تمام كده؟ تمام. انا بس مايك في الاول عشان اوضح لكم الجزئيه دي، فهستاذنك بقى يا باشمهندس محمد يعني في المايك، ولو الناس جت الله مع بعض على طول. باشمهندس محمود حضرتك سامعني؟ باشمهندس محمود تمام، سامعني كده؟ حضرتك سامع حضرتك كويس. طيب كده خلاص هنعمل ميوت لكله عشان نبدأ نتكلم في المحاضرة بقى، صح كده؟ اوكي تمام، حضرتك تقدر تتوكل على الله، اتفضل. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب النهارده يعني قبل ما نبدأ بس في المحاضرة، أحب أعرفكم بنفسي. أنا اسمي محمود العشري، أنا خبرة حوالي 10 سنوات في مجال الكونستراكشن. انا في البدايه انا يعني في الوقت الحالي انا يعتبر انا عندي شركه مقاولات واستثمار عقاري، شغال هي الشركه دي فئه تانية، وانا بعتبر بدير الجزء التنفيذي في الشركه، بالاضافه لان انا مشارك مع باشمهندس امير نجم في شركه بنش مارك، ودي شركه هدفها الاساسي ان هي تدي تدريب وتاهيل للطلبه او حديث التخرج، ان هم يعني يقدروا يبقوا عندهم البيزك نوليدج اللي محتاجها الماركت، لان طبعا كلنا عارفين يبقى فيه جاب شويه ما بين الدراسه الاكاديميه اللي احنا بناخدها في الجامعه وما بين طبيعه العمل بقى في المصطلحات اللي بتبقى موجوده في الشغل، والمعلومات اللي المفروض تبقى متوفره عند المهندس، اللي للاسف بتبقى الدراسه الجامعيه مش كافيه ليها انها تغطي الجزئيه دي. فاحنا في الاساس في شركه بنش مارك، هي شركه سيستر كومباني لشركه العشري للمقاولات، وهي هتبقى بتدي زي تريننجز، وفي والتريننجز دي بيبقى جواها سايت فيزيتس وكلام من ده، بحيث ان احنا نقدر نفال الجاب او نغطي الفرق اللي هو يعني بتبقى الخبرات او المعلومات اللي مش متوفره عند حديث التخرج، بحيث ان هو يبقى مؤهل ان هو لما يروح الموقع ما يبقاش فيه رهبه النزول دي، ويبقى عارف يعني البروسيس كلها ماشيه، المشروع من اوله لاخره ايه اللي بيحصل فيه. ما حدش بيبقى ملم بكل حاجه، بس يبقى عنده فكره عن طبيعه العمل، الدنيا بتمشي ازاي، ويقدر يبقى عارف هو متخصص في انهي جزء، هو ده اللي يبدا يقوي فيه نفسه بعد كده، بحيث ان هو يقدر بعد سنه مثلا من التخرج يقول انا مهندس مكتب فني، انا كواليفايد ان انا اشتغل في اي بروجكت، او انا مثلا مهندس تنفيذ، او انا مهندس مصمم، او انا بلانر، او المسميات دي كلها لازم الواحد المفروض يعني خلال الفتره الاولانيه من حياته يقدر يحدد توجهه، بحيث ان هو يبقى عنده فكره عن كل حاجه بس متخصص في مجال معين، لان طبعا المجالات بتلم بكل الامور. فده يعني ده اللي انا بعمله، وده نبذه كده عن يعني عن الشركه. زي ما قلت لكم هي اللي انا بديرها دي شركه استثمار عقاري ومقاولات فئه ثانيه، وعلى الوجه الاخر يعني احنا متشاركين انا وبشمهندس امير نجم في شركه بنش مارك لتاهيل الطلبه وحديث التخرج. يعني نبذه كده سريعه عن الكواليفيكيشنز بتاعتي انا الشخصيه، وانا متخرج من هندسه عين شمس دفعه 2010 زي ما مكتوب كده في السلايد تحته. بعد كده يعني كان مستهويني مجال المانجمنت شويه، ففي 2012 خدت دبلومه البي ار ام جي، اكيد معظمكم يسمع عنها، دبلومه في الجامعه الامريكيه، بتدي يعني البيزك نوليدج كده بتاعت البروجكت مانجمنت، ودبلومه يعني مفيده جدا، يعني انصح اللي هيبقى حابب يتخصص في مجال المانجمنت ان هو يعني ياخد الدبلومه دي، فيها يعني موديولز معينه كمان تبقى مهمه جدا جدا، وفي انستراكتورز هناك يعني عندهم خبره واسعه جدا، وبصراحه بيثقلوا جدا الناس اللي بتشتغل معاهم. انا مش عارف هو في مشكله في السكرين، هل انا الشاشه منقوله قدامكم ولا لا؟ ثواني كده.
تشيك بس من البرنامج. تمام، اعتقد كده انا عملت شير سكرين، واعتقد الصورة قدامكم واضحة. خلينا نكمل مع بعض. انا كنت بقول لكم الدبلومة بتاعت البي ار ام جي، بعد كده يعني لما حبيت اكمل دراسة معي او البروجكت مانجمنت انستيتيوت في امريكا، ده يعتبر الجهة يعني الاعلى كرانكينج وكده في حته البروجكت مانجمنت على مستوى العالم. دي اكتر جهه يعني معتمده وبالنسبه لمجال البروجكت مانجمنت، ويعني والشهاده الجنرال بتاعتها هي ان هي بتقول ان انت سيرتيفايد از بروجكت مانجر. فدي انا خدتها سنه 2014، وبعد كده سافرت بريطانيا او المملكه المتحده يعني تحديدا في مدينه برمنغهام، الماجستير بتاعي في مجال الكونستراكشن مانجمنت، وخلصته بديستنكشن في 2015. ده كده نبذه سريعه عن يعني عن الكواليفيكيشنز الخاصه بيا، بس عشان يعني افكر كده عن التعريف عن، وبعدين بقى نبدا نخش في البروجكت نفسه، في سوري في المحاضره نفسها. طيب خلينا نبدا مع بعض كده. بسم الله. هو زي ما انتم شايفين المشروع هو البروجكت لايف سايكل. العنوان بقى يعني المتفرع منه اللي هو البروسيسز اللي بتبقى في كل بروجكت وازاي نعملها. العنوان مبدئيا بروجكت لايف سايكل يعني عمر المشروع. طيب يعني ايه عمر المشروع والبروسيسز اللي بتبقى جوه المشروع ده؟ انا عايز اشتفي من المحاضره دي ان انا اديك الاندرستاندنج او الفهم والاستيعاب بتاع كل مراحل اي مشروع كونستراكشن. طيب هستفيد ايه من كل مراحل المشروع يعني لاي مشروع كونستراكشن بيمر بيها؟ هستفيد ان انا في حته كده بتبقى يعني كلنا بنواجهها، سواء واحنا في ممكن من ايام ثانويه عامه، حتى جوه في ثانوي ممكن تلاقي ناس دخلت الطب عشان جايبه مجموع عالي في ثانويه عامه. فانت حته الاختيار دي بتبقى مشوشه شويه لانك ما بتبقاش مستوعب الشامله للحاجه اللي انت اصلا مقدم عليها. فالجزئيه دي انا بشوف ان هي بتبقى confusing جدا يعني للطالب او لحديث التخرج. هو عايز ايه او مش عارف هو حابب ايه، وحتى لو عرف هو عايز ايه وحابب ايه فهو مش عارف الشيء اللي هو مقدم عليه ده بالظبط هو عباره عن ايه تفصيل يعني بجد هحبه ولا لا. يعني زي مثلا ان احنا دخلنا كلنا هندسه، بس بعد ما تعمقنا في دراسه الهندسه بتلاقي بعض الناس وبعض الطلبه يجي يقول لك انا لو رجعت تاني استحق هندسه، لا انا مش حاسس ان انا ميولي خالص في المكان ده. فالحته دي بتبقى كونفيوزنج جدا للناس، فهي برضو بتبقى عند الخريج الجديد او حتى واحنا مثلا في اعدادي هندسه مدني ولا عماره ولا كهرباء ولا ميكانيكا، يعني ايه القسم اللي انا شايف ان انا حابه؟ فتلاقي ان انت عندك مشكله ما بين ان انت مش عارف تحكم على اللي انت حابه ومش فاهم طبيعه القسم اللي انت بتتكلم عليه. يعني ايه مدني بجد بقى؟ يعني ايه هعمل ايه لما بهندس مدني؟ كلنا عارفين ان مدني ده اللي بينفذ المنشآت بس دورك من ايه حقيقي؟ لا، الفكره دي ممكن جدا ما تتضحش معاك غير لما بتخش القسم فعلا، واحيانا ما بتبانش معاك غير بعد بجد ما تتخرج وتشتغل. الفيجن ده احنا عايزين يعني نبسطه للناس اللي في اخر مراحل الدراسه دلوقتي بقى ومقدمه على سوق العمل، او الناس اللي هي اوريدي اتخرجت بس لسه في يعني حياتها المهنيه. عايزين نوضح لهم ايه المجالات اللي ممكن يشتغل فيها. انت اتخرجت كمهندس مدني او معماري مثلا، اتخرجت من اشتغل قدامك مجالات كتير جدا جدا ممكن تشتغل فيها. طيب المجالات دي هل بالضروره كلها هتعجبني؟ هل انا مؤهل ليها؟ مش شرط. هل انا بعد ما اشتغل في اي واحد منهم هحبه وهبقى متميز فيه؟ مش ضروري. فبالتالي انت محتاج تفهم، او احنا محتاجين مع بعض understanding بتاع كل العمليات اللي بتتم داخل مشروعات الكونستراكشن، او كل الجوب تاسك يعني كل المهمات اللي بتطلب ايا كان موقعه ايه في البروجكت.
بحيث ان احنا نبقى فاهمين طبيعة الحاجة دي، فنقدر نحدد اذا كنت انا فعلا هبقى ميال للشيء ده او لا. فده كده الغرض من المحاضرة. طيب في حاجة يعني هتبقى يعني مختلفة في المحاضرة هنا عن المحاضرات ممكن التانية او عن اي كورس مثلا بناخده في الجامعة، ان احنا هنا مش بندي علم زي اللي احنا بناخده في الجامعه، مش بعلمك ازاي تعمل ديزاين لحاجه او كده، لا انا هنا بديك خبرات حياه بس بشكل علمي. مش عارف يا باشمهندس هو في مشكله في ال مش عارف يا باشمهندس محمد سامعني ولا لا؟ يا باشمهندس محمد حنفي كوردينيتور. سامح حضرتك، ممكن حضرتك تجيب البرزنتيشن تاني؟ أشيل سكرين تاني ولا إيه اللي حصل؟ لا هو ال أنا الصورة معلش فاصلة. استاذن حضرتك، شير سك حضرتك ممكن تعمل شير سكرين تاني؟ أشيل سكرين تاني؟ أوكي. صح. معلش معلش، عشان استاذن بس حضرتك جميعا محدش يعمل شير سكرين، عشان هو يعني المهندس محمود يعرف يشرح المحاضرة وهو الوحيد اللي هيعمل شير سكرين بس. اتفضل يا باشمهندس محمود. ماشي، انا بحاول اشير سكرين بس هو الابلكيشن يعني بلحظة. هو كده انا الشاشة بتاعتي ما عادتش باينة قدامكم، مظبوط؟ بالظبط بالظبط، حضرتك معلش هتعمل شير سكرين تاني. تمام. اوكي اوكي تمام كده، تمام ممكن نبدأ على طول. كده تمام. تمام. تمام، احنا كنا بنشرح الغرض من المحاضره ايه، وزي ما كنت بقول لكم المميز او المختلف هنا في المحاضره دي عن بعض الكورسات او عن الدراسه الجامعيه، احنا مش هنشرح علم، احنا هنشرح practical experience او خبره عمليه بس باسلوب علمي بشكل علمي. ده يعني ده المختلف شويه، ان احنا مش بنشرح منهج علمي زي ما احنا مثلا في الجامعه او كده، لا احنا كل اللي هنتكلم فيه هي خبرات عمليه بس هنصيغها بشكل اكاديمي وبشكل علمي عشان يبقى بالاسلوب اللي احنا متعودين ان احنا هو الطبيعي الصح، الطريقه الاكاديميه للشرح بس. فزي ما انا قلت لكم كده، انا اشرح كل العمليات اللي بتتم جوه البروجكت لايف سايكل، فهمها كويس قوي ان ديب، نعرف ازاي هي بتتعمل، فابدا انا احس بنفسي وبامكانياتي انا يعني ايه اللي لمسه من العمليات دي، ايه اللي حاسس ان انا ممكن ابقى مميز فيه، وفي نفس الوقت يعني هبقى فهمتها وابقى شايف ميولي ايه، فاقدر اختار انا اتوجه لانهي اتجاه في المشروع. خلونا نبدا بقى. مهم جدا ان احنا نعرفها عن اي مشروع هي الاطراف اللي بتبقى في اي مشروع اصلا، اللي هما البروجكت بارتيز، يعني ده الترم اللي بيستخدم يعني في بالطريقه البروفيشنال، يعني ان انت بتقول طرف بالعربي او بارتي بالانجلش، ده اللي هو الاطراف المختلفه اللي زي ما انت شايفين معايا على الشاشه كده، يا اما الكلاينت ده اللي هو المالك، بيبقى ليه مسميات كثيره جدا، ممكن يبقى اسمه مثلا ديفلوبر لو احنا بنتكلم على مقر عقاري ريل استيت، فهتلاقي دايما يعني بنريفير للكلاينت او بنريفير للعميل او المالك باسم الديفيلوبر، ممكن مثلا يبقى اسمه امبلوير، وده برضو مصطلح ممكن يستخدم كتير قوي خصوصا في علم البروجكت مانجمنت، هتلاقي دايما بيريفيروا للمالك باسم امبلوير. ففي مسميات كتيرة قوي لان محتاج تفهمه عن الكلاينت ان هو ممكن يبقى برايفت سيكتور او بابليك سيكتور او الحكومه او القوات المسلحه، او يعني المالك ده هو مالك المشروع. طب ايه اللي بيميز او ايه اللي هو ده الشخص اللي بيمول المشروع اللي بيدفع فلوس، فبالتالي هو اللي المفروض القرار الاول والاخير في الطلبات اللي هو عايزها من المشروع. يعني في الاخر انا بعمل اعملها بقى يعني اوضه واحده، اعملها 10 اوض، دي الريكويرمنتس اللي انا عايزها، وبالتالي بما ان انا الكلاينت اللي هدفع ثمن الحاجه فحقي اعمل. طيب تاني حاجه الديزاين فيرم. طب الديزاين فيرم دي ايه بقى؟ الديزاين فيرم هو الجهه المسؤوله عن انها تعمل لي التصميمات. يبقى انا مالك هبدا عايز اعمل مشروع معين،
هلجأ لجهة تعمل لي التصميم. التصميم ده طبعا باختلاف الداسبلينز اللي جوه المنشأي، تصميم معماري، الكتروميكانيكال، ايا كان. فبالتالي انا بلجأ لجهة او بيت خبرة، بيت الخبرة ده هو اللي بيقدم لي الحلول للافكار اللي عندي، بيترجم الفكر لرسومات على الورق بحيث ان هو يعمل لي الديزاين. بعد كده في الكونسلتنت، والكونسلتنت ده بتبقى جهة تكنيكال، لان احنا مش بالضرورة خالص الكلاينت ده يبقى حد فني، ممكن يبقاش مهندس خالص، ممكن انا مثلا دكتور عايز اعمل مشروع مستشفى وليكن، بس انا مش فاهم اي حاجة عن الكونستراكشن، وحتى ممكن الطبية مش كلها حاضرة في دماغي. فالكونسلتنت ده بيبقى برضو بيت بيبقى عنده خبرات في مشروعات معينه. انا لما اجي باشمهندس محمود، باشمهندس محمود، باشمهندس محمود، محمد. ايوه باشمهندس محمود، اتفضل اتفضل، معلش هو الصوت راح خالص. ف كده رجعنا، كده رجعنا تاني. تمام، اتفضل اتفضل. تمام، جميل. طيب كنا احنا لسه بنستعرض مع بعض البروجكت بارتيز كده، اللي هم الجهات اللي تبقى في اي مشروع، وكنا شرحنا الكلاينت او المالك وايه دور الديزاين فيرم او شركه او مكتب الخبره او مكتب التصميمات، واتكلمنا عن الكونسلتنت اللي هو الاستشاري، واللي هو بيبقى برضه حد عنده خبره كبيره في المجال، بيبقى ليه دور ان هو طبعا يعني بيترجم كل الدوكيمنتس بتاعت بيترجم الديزاين بتاع المشروع والكلام ده كله لدوكيمنتس، بيجهزها انها تطرح او لشركات المقاولات عشان تقدم على المشروع وتديني زي عرض فني وعرض مالي للبروجكت. شركات البروجكت مانجمنت، شركات البروجكت مانجمنت دي عاده بنلجأ ليها في المشروعات الكبيره، لان هي ممكن تبقى مجرد ديبارتمنت جوه شركه المقاولات مثلا، او ممكن لو حجم ساعات بنهاير شركه للبروجكت مانجمنت بس عشان تمانج المقاولين المختلفين. احنا بنتكلم في مثلا في مشروع كومباوند مثلا، والكومباوند ده جواه عماير وفيلات وطرق ولاند سكيب، واحنا جايبين مجموعه مقاولين مختلفه، جايبين مقاول للانفراستراكشر، وجايبين مثلا مقاول تاني للمنشآت، وجايبين اوب. فدلوقتي كل مقاول من دول ممكن يبقى شغله مستقل، بس في الاخر في تداخل ما بين ادوارهم وبعض. يعني مثلا لو انا مقاول الانفراستراكشر ده حافر قدام العماره بتاعتي، فهيمنعني ما احط الماتيريال والحاجه بتاعتي، فبالتالي ممكن ياثر على التايم سكادول بتاعي. فشركه البروجكت مانجمنت دي هي اللي بتنسق ما بين المقاولين وبعض، بحيث ان لو في مقاول في التاخير لمقاول تاني، تبقى يعني شركه بروجكت مانجمنت دي تبقى زي الحكم اللي هتوضح مين يعني التاخير ده، وبالتالي لو في غرامات تاخير هتتوقع على المقاول اللي تسبب في التاخير، ما يبقاش حد تاني ويتظلم. بس بعد كده في طبعا المين كونتراكتور والسب كونتراكتور. المين كونتراكتور ده المقاول العقد المقاوله او الشغل ده اللي هو اتبعت له جواب الترسيه من الجهه المالكه بعد ما طرحت المشروع، وهو قدم مصروف فني ومصروف مالي وانسب حد
يعني لان هو يقوم طبقا لكلمه انسب دي بقى هي معتمده على الكريتيريا او اسس الاختيار اللي بنختار على اساسها الاول ده، ممكن يبقى مثلا ان هو عرضه اقل سعر، بس مش شرط خالص يبقى عرضه اقل سعر ده هو المقاول اللي احنا هنختاره. اولا في مرحله بيتم فيها تقييم فني قبل المصاريف الماليه خالص، بنقيم فيها المقاولين طبقا لقدراتهم الفنيه وهل هم مناسبين للمشروع اللي هم متقدمين ليه، كبقى قدره من ناحيه يعني الهيومن ريسورس، ومن ناحيه المعدات المتوفره لدى الشركه، من ناحيه سي في الشركه وخبراتها السابقه، حاجات كتير جدا ممكن بنحدد عليها مستوى المقاول ده وان هو مقبول فنيا. وبعد كده يبقى تعريف ماليه، وده عاده بقى بنلجا فيه خلاص لو احنا يعني عملنا زي تصفيه وخدنا بس الناس اللي احنا متفقين عليها فنيا، فعاده بناخد بقى اقل سعر في الحته الماليه لان خلاص هم كلهم كده كواليفاي يعني جيده وعندها الخبرات الكافيه والريسورسز الكافيه انها تقوم بالبروجكت. فبالتالي بنختار بقى صاحب الاقل عرض مالي يعني. في بقى هي السب كونتراكتور، وده بيبقى اللي هو يعني مقاول برضو بس مش عام، مش واخد المشروع ككل، يجوز يسند ليه المشروع ككل من باطن المقاول العام، بس هيفضل برضو كل الـ يعني الـ الـ يعني الحاجات القانونيه او الشروط او الاثار المترتبه على الاخلال بشروط العقد اللي هيبقى هو المين كونتراكتور، لان في الاخر هو ده اللي متعاقد مع الجهه المالكه. السب كونتراكتور ممكن يبقى بينه وبين المين كونتراكتور عقد داخلي، ويبقى المين كونتراكتور ناقل له المخاطر كلها او الريسكس كلها اللي جايه من العقد، بس في الاخر امام الجهه المالكه انا المين كونتراكتور، انا المتعاقد، فبالتالي انا اللي متحمل كل المخاطر. طيب دي بس كانت مقدمه سريعه كده عشان ايه هي البروجكت بارتيز وايه الـ يعني الـ الاطراف اللي بتبقى موجوده في اي مشروع كونستراكشن. طيب تاني حاجه بقى هو ده الموضوع. انا عايز بس قبل ما اخش في البروجكت فيزز انا عايز يعني اريفير لحاجه، احنا هنبقى نسيب في الـ يعني في الكومنتس كده لينكات لبعض الفيديوهات دي شرحه بالتفصيل يعني اول كذا نقطه من المحاضره، يعني انتوا هتلاقوا فيه فيديو كامل بيشرح حته البروجكت بارتيز دي باستفاضه شديده جدا، بيوصل لك كل الطرف بالانواع كلها بادواره المختلفه في المشروع، بحيث ان انت تبقى مستوعب. ما هو انت في الاخر لما يعني كمهندس هتتخرج وتشتغل، هتشتغل ك يعني مالك، فهتبقى انت مهندس ممثل مالك، او هتشتغل في مكتب تصميمات هتبقى انت مهندس مصمم شغال في ديزاين فيرم، او هتبقى مهندس استشاري شغال مع مكتب استشاري مشروعات، او هتبقى شغال في شركه بروجكت مانجمنت كبلانر ككوست كنترول يعني ايا كان القسم اللي انت شغال فيه، او هتشتغل مع شركه مقاولات سواء مين كونتراكتور. فبالتالي مهم جدا انت تبقى مستوعب البارتي اللي انت هتشتغل معاها دي، وتبقى عارف هي دورها ايه بالظبط، ايه حقوقها وايه واجباتها زي ما بس. فاحنا هنلاقي يعني هنسيب اللينك بتاعه عن البروجكت بارتيز شارح بالتفصيل قوي الكلام ده، وبعد كده هنبدا بقى نخش في البروجكت فيزز نفسها. هنلاقي برضو يعني هنخلي بس نستعرض الاول ايه هي البروجكت فيزز. هم خمسه فيزز مشهورين جدا. اول فيز هي الانيشيشن فيز، ثاني فيز هي البلاننج، ثالث فيز بتبقى الاكسكيوشن، رابع فيز المونولوج، وخامس فيز الكلوزنج. طيب الانيشيشن دي بتبقى المرحله اللي هي البدائيه بتاعه المشروع، اللي هو احنا هنبدا المشروع لسه او ما قبل بدايه المشروع، فبيبقى في منها طرح المشروع بيتم فيه خطوات معينه، وفي جزء بعد الطرح بيتم فيه خطوات اخرى زي ما قلنا اللي هي بقى مجموعه البروسيسز اللي بتكون البروجكت لايف سايكل. فده برضو اوريدي هتلاقوا فيه فيديو بيشرح الجزء زي ما احنا هنمشي دلوقتي ونشوف ايه التفاصيل بتاعه الانيشيشن، وبعد كده هيبقى في فيديوهات اخرى للبلاننج والكنترولنج والكلوزنج فيز. انا بس النهارده طبعا مش هقدر اشرح كل الكلام ده بالتفصيل، انا بس بديكوا يعني انترودكشن كده عن الموضوع عشان تفتيح بس دماغ مع بعض، لما يعني في المحاضرات بقى القادمه ان شاء الله هنقدر يعني نمسك موضوع توبيك كده ونخش فيه ان ديتيلز جدا. طيب خلينا بس ناخد نبذه سريعه، حاول ناخد نبذه سريعه عن كل حاجه، وبس زي ما قلنا احنا في التايم اللي هو بتاع ال 40 دقيقه ده، فلما يعني قبليه بشويه هنقول ان هو هيفصل عشان نرجع نريكونكت مع بعض في المحاضره دي. طيب الحاجه اللي هي الانيشيشن فيز،
الانيشيشن فيز دي زي ما قلنا فيها جزء، يعني هي بتتقسم لكذا جزء. اول جزء منها اللي هو بيبقى بري تندر. بري تندر يعني ايه؟ يعني ما المشروع امام شركات المقاولات للتقدم بايه؟ بعطاءات. تمام كده؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي مالك عايز عندي مشروع او عايز اعمل مهام بس لسه ما طرحتوش اصلا لشركات المقاولات عشان تقدم على المشروع ده وتقول ان هي عندها استعداد انها تنفذه. يعني دي اول خطوه في المشروع خالص. ايه اول خالص؟ الفيزابيليتي ستادي. ليه انا محتاج اعمل فيزابيليتي ستادي؟ فيزابيليتي ستادي يعني دراسه جدوى. طيب مكتوب هنا كده ايه؟ from client's perspective. طيب يبقى انا في initiation phase ما قبل الطرح من وجهه نظر الكلاينت. يبقى انا حالا مش هتعرض للحته دي الا لو انا مهندس شغال مع مالك. تمام؟ فمهندس شغال مع مالك اللي عنده فكره مشروع، لسه ما بقاش مشروع، لسه ما اتعملوش تصميم، لسه مش اي حاجه. اول خطوه بيعملها المالك ده عن طريق بقى نفسه او عن طريق الممثلين اللي شغالين معاه اللي هم المهندسين والخبرات اللي شغاله معاه، اول حاجه بيعملها هي دراسه الجدوى او فيزابيليتي ستادي. ليه؟ عشان يشوف اصلا المشروع ده مجدي ولا غير مجدي، وبناء على نتيجه الدراسه دي يقول هيبقى في مش مشروع من الاساس. فاحنا قبل ما نتكلم في اي حاجه جوه المشروع لازم رقم واحد في البروجكت لايف سايكل نتكلم عن اصلا المشروع ده هيبقى موجود ولا هيتلغي، هعمله ولا مش هعمله. بس فهدف الفيزابيليتي ستادي ان انا يعني احكم على البروجكت ده اذا كان فيزبل ولا مش فيزبل. تمام؟ طيب هنلاقي برضو فيديو هنحطه في اللينك بيكلم فيزابيليتي ستادي دي ازاي بتتم، كل النولج البيزك اللي محتاج تعرفها بحيث ان انت كمهندس عادي جدا ان انت يعني تتحط في موقف، حتى بلاش ان انت شغال مع مالك، لا ده انت باباك عمك خالك مثلا جه قال لك انا معايا مثلا مبلغ في البنك مثلا وعايز استثمره، قدامي قطعه ارض مثلا في التجمع حابب اشتري فيها وممكن انت تشرف لي عليها كده ونبنيها فيلا ونبيعها عشواء وانا بسمع الموضوع ده بيكسب كويس جدا. فانت تقول له لا ثواني، انا هاخد منك داتا وهنزل المكان اللي انت بتجتهد ان انت تشتري فيه ده، اجمع داتا كده عن الماركت واعمل لك فيزابيليتي ستادي بناء على ارقام وبناء على فوركاستنج للسوق هناك مش ازاي، العرض والطلب عامل ازاي، بيع المتر بكام، وانا يبقى عندي النولج بتاعه تقريبا المتر هيتكلف قد ايه، وفي الاخر اقدر اوصل ان انا اقول لك البروجكت ده فيزبل ان شاء الله جو اون، او لا البروجكت ده مش فيزبل تماما، انت احسن لك مثلا نحط فلوسك في البنك ودي يعني. فبالتالي هي دي قيمه الفيزابيليتي ستادي. مهم جدا ان المهندس قدره ان هو يعمل فيزابيليتي ستادي. طبعا الفيزابيليتي ستادي ده علم واسع جدا، ليه مكاتب وبيوت خبره متخصصه فيه بتعمله للمشروعات العملاقه ودراسات بيخش فيها ناس كتير جدا عشان يطلعوا مظبوط. بس انا بتكلم في النولج البيزك نولج اللي هو انا يعني على مستوى مثلا احنا بنتكلم على فيلا عماره سكنيه في مدينه نصر مش عارف فيلا في التجمع، الكلام ده كله لا طبعا لازم يبقى انت عندك بتاع الارقام. لازم اعرف انا كمهندس ان لما تسال الموضوع ده يعني مربح ولا غير مربح، مجدي ولا غير مجدي، هو ممكن يبقى مربح مجدي، ما احنا زي ما قلنا حالا على اكزامبل ان انا احط الفلوس في البنك، ما هو انا ممكن يبقى البروجكت بيجيب لي ربحيه بس الربحيه دي اقل من الربحيه المؤمنه اللي هي مثلا بتاعه البنوك، بغض النظر عن قصه ان البنوك بقى وفوائد وما اعرفش ايه، يعني ما بتكلمش انا بتكلم كبزنس، يعني ممكن يبقى مردود المشروع اقل من مردود حاجه زي كده. فبالتالي ده في حكم الفيزابيليتي او في حكم الكلام اللي انا هقبله، مثلا لو انا اوريدي بعمل بحط ودائع في البنك يبقى انا يعني وده المشروع هيجيب لي رقم اقل، يبقى انا مش ان انا اجو اون فور مشروع زي كده. بس فده برضو هتلاقوا فيه لينك للفيزيبيليتي ستادي في فيديو حوالي ساعه تقريبا بيشرح الفيزيبيليتي ازاي بنعملها، وفي كيس ستادي في اخره بحيث ان انت تعرف تفهم الموضوع الخطوات بتاعه الموضوع بتمشي ازاي، بحيث ان انت تقدر يبقى عندك السنس كده اذا كنت امشي في المشروع ده ولا لا. فدي اول خطوه خالص يعني سو فار كده في اي مشروع، ان انا اعمل دراسه جدوى واشوف المشروع ده مجدي فاقدم عليه او غير مجدي فما اقدمش عليه من الاساس يبقى مشروع اصلا. طيب تاني حاجه وبرده هتلاقوا ليها يعني زي حاطين لها لينك برده للفيديو اللي بيشرح الجزئيه دي بالتفصيل، هي الديزاين فيز. طيب انا لقيت المشروع دي وبناء عليه
قررت ان انا اكمله بقى وامشي فيه، فهروح لان انا اعمل ديزاين. طيب انا مش هشرح لك ازاي تعمل ديزاين، لان طبعا ده مش يعني دي حاجه درسها في الجامعه وبعد كده ممكن تدرس تعمل تاخد دبلومه مثلا في الديزاين، تاخد فيها بقى السوفت ويرز اللي بتستخدمها، واذا كان في حاجه ميسنج في الكونسيبت نفسه انت مش فاهمها هتشرح لك الكلام ده كله. لا انا عايز اشرح لك البيزك نوليدج برضو اللي انت لازم تبقى فاهمها كمهندس عن الديزاين او عن الديزاينرز، عشان انت تبقى بتمثل المالك برضو. فانت اللي بتروح تتابع مع الديزاينر اللي بيعمل لك اللي بيعمل الشركه بتاعتك المشروع، بيعمل ديزاين المشروع، يبقى انت عارف ايه البارامتر المحددات اللي هو المفروض يشتغل جواها ويبقى محققها لك. فانا برضو مش هجو يعني ان ديب في الموضوع ده، لان في فيديو بطينه شارح بقى المحددات دي بالتفصيل، ويعني وبيقول لك مثلا التصميم المعماري ده ايه المحددات بتاعته اللي لازم تاخدها في اعتبارك ومهمه جدا. اكزامبل مثلا عليها مثلا السبيس ستاندردز مثلا، ان انت ما ينفعش مثلا تيجي تقول انا هعمل يعني اصل الريكوايرمنت بتاعت العميل مثلا هو عايز اوض نوم كتير في الشقه، فانا هعمل له 5 اوض نوم بغض الدايمنشن بتاعت الاوضه مثلا. ليه؟ لان الاوضه دي في النهايه محتاجه تتفرش، فالفرش ده ليه ابعاد ستاندرد مثلا. يعني لو السرير اللي هو الدبل اللي هو بتاع يعني الاب والام بتوع الاسره يعني مثلا، ده عرضه عن 1.60 متر، فبالتالي انا ما ينفعش اعمل مثلا، وممكن يبقى في 2 كومود مثلا، واحد يمين وواحد شمال. المهم ان احنا ابعاد الحاجات الستاندرد دي بتتاخد في الاعتبار كبارامتر من بارامترز. بس بديك اكزامبل عشان الموضوع بيتكلم عن ايه. المحددات دي كلها بقى هي اللي بتحدد لي التصميم نفسه وان انا لازم ابقى شغال جواها. فكل المحددات دي هتلاقيها مشروحه، ايوه هنحطه في احط اللينك بتاعه في الكومنتس عشان تبقى برضو فاهم البروسيس بتمشي ازاي. احنا كده قلنا اول بروسيس بتتم هي الفيزابيلتي ستادي، او ان احنا بنعمل دراسه الجدوى عشان نقيم المشروع ده. تاني خطوه بتتم في عمر اي مشروع هي الديزاين، ودي برضو ايه مشروحه اوريدي وموجوده في فيديو على البيج بتاعت بنش مارك شارحين فيها بالتفصيل الديزاين فيز والمحددات اللي بتحدد التصميم. طيب تالت حاجه بقى دي لسه الفيديو من اول هنا هيبقى الفيديوهات بتاعتها لسه ما جهزتها هتترفع تباعا على البيج، بس دي اللي انا ممكن هبدا اخش معاكم بالتفصيل فيها يعني شويه المحاضره النهارده، بحيث ان احنا يعني دي لسه ملهاش فيديو، فاحنا ممكن نتكلم فيها مع بعض وبعد كده يبقى في دسكشن اسئله مطروحه منكم ونشوف احنا ممكن يعني نناقشها ازاي. طيب هو باقي قدامي على التايم بتاع السيشن الراوند الاولانيه دقيقه، فاحنا ممكن يعني ونبدا تاني بعد مجرد ما يفصل ممكن نريكونكت، او حتى ممكن يعني ممكن نكمل كلامنا كده هو لما يقطع احنا كلنا نري كونكت تاني. خطوه يعني بتتعمل بقى، يبقى انا دلوقتي زي ما قلنا المشروع كان مجرد فكره في دماغ المالك. الفكره دي اتعمل ليها دراسه جابت انها مجديه، فقلنا خلاص احنا هنبروسيد في المشروع وهنعمله. وبعدين بعد ما قلنا هنعمله رحنا بالافكار وبالمحددات اللي احنا عارفينها كمثل المالك، رحنا للديزاينر. مهم ليه ان احنا نبقى عارفين المحددات؟ عشان لو هو الديزاينر هيحيد عن المحدد ده يقول له لا ستوب طلعت بره البارامتر ده، احنا لازم نبقى محققين البارامتر ده في التصميم بتاعنا، ممكن يبقى البارامتر ده بقى جاي مثلا من الناحيه التسويقيه مثلا، لا انا عايز مساحه صغيره عشان ده اللي بيتباع سهل في المنطقه دي، ما تجيش مثلا تعمل شقه مساحتها 300 متر في منطقه هي مستواها